أيام قليلة ونودع 2023، كل سنة وحضراتكم طيبين. ما بين حصاد عام 2023 وما الذي ينتظر العالم في 2024، الصحف العالمية تناولت أبرز الأحداث وتداعياتها على المشهد السياسي الدولي. خلينا نتعرف أكتر على تناول الصحف الدولية مع الكاتب الصحفي الأستاذ محمد عمر، رئيس القسم الخارجي. أهلا وسهلا بجريدة الدستور، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بك يا فندم وبالسادة المشاهدين. صباح الخير. نبتدي على طول حصاد العام وأبرز الاكتشافات الأثرية، وتحت عنوان 2023 كانت مليئة بالاكتشافات الأثرية في الشرق الأوسط، بنقرأ عن اكتشافات سقارة وتابوت روماني على شاطئ غزة. خلينا نستعرض أهم الاكتشافات اللي صدرت أو اكتشفتها أو رصدتها السي إن إن. في البداية حضرتك، يعني كان عام 23، يعني رغم أنه كان عام حافل يعني بالكوارث البيئية وبالحروب والصراعات المستمرة، إلا أنه أيضا كان حافل بمزيد من الاكتشافات الأثرية. وطبعا يعني كان مصر لها السبق دائما في هذه الاكتشافات. يعني في هذا العام شهدنا أكثر من اكتشاف حقيقة يعني مذهل. يعني في مايو الماضي، وزارة الآثار أعلنت عن ورشتين في منطقة آثار سقارة ومحافظة الجيزة. الورشتين دول مهمين جدا، كانوا متعلقين بالتحنيط. يعني ده بيوضح إن كان في عندنا ورش ويعني وعلم متكامل بشأن التحنيط الذي لم يعرف سره سوى المصريين حتى الآن. أنا عندي الورشتين دول برضو أهميتهم إن هم كانوا بيعودوا لعصرين مختلفين. يعني واحد ورشة ترجع إلى عصر الأسرة 30، وورشة بترجع إلى العصر البطلمي. برضو بجانب ذلك، يعني في اكتشاف أيضا مهم جدا كان في تم الكشف عنه في يناير الماضي. تم اكتشاف مدينة سكنية متكاملة بترجع للعصر الروماني، وده كان في الأقصر، وبالتحديد في معبد في منطقة تسمها بيتيسي أندوراز. دي متخمة لمعبد الأقصر بالبر الشرقي للمدينة. برضو بجانب يعني اكتشافات تانية، يعني مصر دائما مليئة بالكنوز والأثار التي لم تكتشف بعد. يعني في تم اكتشاف مومياءات سواء في الجيزة أو حتى في اكتشاف يعني في منطقة المنيا وتحديدا تل العمرنة. وبرضو يعني في دول تانية بجانب مصر كان تم الكشف عن عدة اكتشافات فيها. على سبيل المثال المملكة العربية السعودية تم اكتشاف يعني أشياء أثرية بسيطة ولكنها بتعبر عن ما تتمتع به المملكة من بعض الاكتشافات الأثرية. يعني في على سبيل المثال في فبراير الماضي تم اكتشاف رأس ثور معدني في منطقة نجران، بجانب يعني أشياء بسيطة، يعني أشياء ذهبية بسيطة، لكن دلالة الثور إن هو كان مشهور في منطقة جنوب الجزيرة العربية، كان بيعتبر رمز القوة والخصوبة لدى الممالك الموجودة في ذلك الوقت. برضو حضراتكم معانا برضو في الإمارات برضو كان في اكتشاف أثري، يعني هو متعلق بمدينة صيد اللؤلؤ في شرق إمارة أم القوين، وده برضو بيوضح يعني الحاجات اللي كانت مزدهرة في الدول العربية والتاريخ الحافل الذي تميز به المنطقة. برضو حضراتكم يعني القدس المحتلة وقطاع غزة برضو كان ليهم نصيب كبير جدا من الاكتشافات، ما يدل على التراث هذه المدينة وهذه المنطقة التي تعود لآلاف السنوات. في فبراير الماضي تم الكشف عن تابوت بيعود للعصر الروماني موجود في مقبرة رومانية، هذه عمرها 2000 عام في قطاع غزة. المقبرة يعني كانت بالقرب من الساحل الشمالي لقطاع غزة على البحر المتوسط، يعني بتبعد فقط حوالي 500 متر من البحر. برضو سلطنة عمان، يعني سلطنة عمان برضو يعني دولة لها تاريخ عريق يعني امتد لآلاف السنوات. تم اكتشاف مستوطنة أثرية فيها بيمتد تاريخها لحوالي 5000 عام. ده كان في يعني قريب من محافظة في منطقة الغريين الأثرية. المستوطنة دي يعني بتوضح كيف عاش الناس في سلطنة عمان قديما منذ حوالي 5000 عام وتحديدا في العصر البرونزي.
يعني حضرتك يعني في جولة كده تجولنا ما بين مصر وغزة وسلطنة عمان والإمارات، كان عام مليء بالاكتشافات الأثرية في منطقة بشكل كبير، وده بيضع تحديدا مصر كمان على خريطة السياحة الأثرية، إن احنا الاكتشافات دي احنا ممكن طبعا بنستفيد منها الفترة المقبلة وتضع مصر على خريطة السياحة الأثرية. طب أنا عايز أروح مع حضرتك أستاذ محمد لو سمحت لي إلى الواشنطن بوست، لأنه 2023 ناس كتير جدا شايفين انها كانت مليئه بالاحداث السيئه من اول يوم استمرار للحرب الروسيه الاوكرانيه، وفي نهايه العام طبعا الحرب الهمجيه على قطاع غزه، صراعات وحروب كثيره جدا. واشنطن بوست بتقول لنا عكس كده، بتقول لنا ان في عنوان في هذه الصحيفه، العنوان بيطرح هذا التساؤل، هل حدث شيء جيد في 2023؟ في الواقع نعم. الجريده بتستعرض استاذ محمد اهم الاخبار الجيدة في 2023، ممكن تكلمنا عنها؟ هو بالطبع يعني زميل عزيز زي ما حضرتك ذكرت، الصحيفة استعرضت عدة أشياء جيدة، لكنها يعني بشكل أساسي كانت اكتشافات علمية وخاصة متعلقة بالطب بشكل أساسي، لأن زي ما حضرتك ذكرت يعني أن الأحداث السيئة وخاصة الأحداث السياسية سواء الحرب الأوكرانية، الحرب في غزة، أو ما شاهدناه من زلازل وقعت هذا العام، سواء صحيح. زلزال تركيا أو زلزال سوريا أو زلزال اللي حدث في المغرب أيضا، دول كان الأبرز بجانب ظواهر ثانية، إلا أنه كان يعني الأمل دائما في العلم، يعني كما ذكرت زميل عزيز تم استعراض يعني عدة اكتشافات متعلقة بمواجهة أمراض شديدة الخطورة زي الملاريا وأمراض ثانية كتير جدا. فهنا الصحيفة يعني هنا الصحيفة برضو رسالة بتأكد أنه لا يعني مهما كان هناك صعوبات وهناك أزمات، إلا أنه الاكتشافات العلمية والطبية هي من تمنح الناس الحياة والأمل وليس الصراعات والحروب. طيب خلينا نتحول للوموند الفرنسية اللي احنا شايفين توجهها في هذا المقال، وكأنها مش راضية عن اللي بيحصل والحرب الغاشمة على غزة. افتتاحيتها بتقول غزة حرب بنيامين نتنياهو التي لا نهاية لها، بتأكد ان لا مبالاة المسؤولين الدوليين في مواجهة المذبحة المستمرة في غزة بتسمح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بفرض حالة حرب دايمة. لو حضرتك تقرأ لنا اكتر تفاصيل المقال. هو طبعا بالطبع يعني الصحيفه لم يعني اكدت على ما هو قديم منذ بدايه الحرب الهمجيه على الشعب الفلسطيني في قطاع غزه وايضا في الضفه الغربيه، يعني نتنياهو بسبب الدعم الامريكي اللامحدود في بدايه الحرب وايضا الدعم الغربي الذي بدا يتراجع امام الضغط الشعبي سواء الضغط الشعبي العربي وايضا الحكومه العربي وحتى في الداخل، فاصبح هناك ضغوط عليه، وهذا الامر يعني انعكس زي ما حضرتك ذكرت في مقال ليموند ان هو يعني في بدات دلوقتي حضرتك انتقادات علنيه وشديده جدا لنتنياهو، وحتى ايضا التعامل الغربي مع اسرائيل وما تقوم به في قطاع غزه، يعني حضرتك الان وصلنا الى حوالي 3 أشهر يعني اسرائيل تمارس فيها جميع انواع الانتهاكات والقتل، يعني حتى الان لدينا اكثر من 21 يعني حوالي 21 الف شهيد واكثر من 50 الف مصاب والاف المفقودين بخلاف تدمير اكثر من نصف قطاع غزه، فهي الصحفيه بتتحدث انه بعد كل هذه الانتهاكات وهذه الحرب المستمره الا ان نتنياهو يعني لا يبالي بما يحدث، وايضا يعني حتى تحدثت على انه هو لا يبالي حتى بمصير المحتجزين الاسرائيليين لدى الفصائل الفلسطينيه، يعني هو يعني العمليات العسكرية التي يقوم بها والقصف الجوي يعني ساهم في وفاة العديد من المحتجزين لدى فصائل المقاومة، وزي ما حضراتكم تابعنا يعني كان تم الإعلان عن مقتل الكثير منهم نتيجة عمليات الجيش الإسرائيلي. فهنا الصحيفة يعني بتتحدث على إن هو نتنياهو بيسعى للانتقام وإيقاع أكبر قدر من الخسائر، وبيحاول إن هو يبحث عن طوق نجاة يعني البقاء في السلطة، يعني هو لا يهمه إلا البقاء في السلطة حتى لو تسبب في تدمير قطاع غزة بأكمله بخلاف الخسائر التي سببها لسكان إسرائيل. يعني زي ما حضرتك قلت الكلمة الأخيرة، يعني همه الأساسي البقاء في السلطة، كأن المعركة معركة شخصية بشكل كبير إنه يستمر في رئاسة الحكومة بعد انتهاء هذه الحرب.
هروح مع حضرتك استاذ محمد الى لوموند، يعني احنا مكملين معاها، وفي مقال لافت تحت عنوان تاريخ اسرائيل الطويل ضد الامم المتحده. المقال بيستعرض في الكاتب يعني مجموعه من المحطات المختلفه، ازاي امريكا او ازاي اسرائيل بشكل دائم كانت يعني ضد الامم المتحده، وصولا الى طبعا موقفها من انطونيو جوتيريش اللي كان منحاز نوعا ما الى الحق الفلسطيني والمطالبه باستقالته. من المحطات كمان انه بنيامين نتنياهو اختار سفير لدى الامم المتحده من 84 الى 1988، وكان يعني بيقود حمله كبيره جدا لتشويه هذه المؤسسه، سمعه هذه المؤسسه الدوليه. قرات المقال ده ازاي، وازاي بتفسر هذا النهج المستمر لاسرائيل ضد اكبر منظمه امميه في العالم الامم المتحده؟ أنا هنطلق من آخر كلمة حضرتك ذكرتها، نهج إسرائيل تجاه الأمم المتحدة. هو ليس يعني فقط نهج إسرائيل تجاه الأمم المتحدة، ولكن تجاه أي منظمة أو دولة أو حتى صوت فردي بيكشف عن انتهاكاتها. يعني زي ما حضرتك يعني في قطاع غزة تم قتل أكثر من 100 صحفي لمجرد أنهم ينقلون الواقع والصورة فقط دون أي تزييف، والانتهاكات هي تنتقم منهم. هذا الانتقام لم يتوقف حتى أو التشويه على الصحفيين في قطاع غزه او غيرهم، ولكن وصل الامر الى الامم المتحده. يعني حضرتك تابعنا من كام يوم وزير الخارجيه الاسرائيلي منع حصول مسؤولين في الامم المتحده على تاشيرات للدخول سواء لاسرائيل او حتى الضفه الغربيه. فطبعا ده بيوضح كم الانتهاكات اتجاه الامم المتحده، وهي اصلا المنظمه يعني التي اعترفت باسرائيل ومنحتها الحق في الوجود كما ذكرت. ورغم هذا يعني رغم هذا الا انها تعرضت لهجوم ضاري من الاحتلال، لان يعني ما يجري في غزه لا احد يستطيع ان يصمت تجاهه، والا يكون اصم واعمى. يعني ان انطونيو جوتيريش زي ما حضرتك ذكرت برضه كان له النصيب الاكبر من الاتهامات، واتهمه بانه متحيز، واتهامات والمطالبه بل برحيله عن المنظمه، يعني في تبجح وعداء تجاه شخص جوتيريش وشخص المنظمه الامميه التي اعلن معظم اعضائها عن رفض ما يجري في غزه. والتصويت اللي حضراتكم تابعناه كان اول ديسمبر، وكان قوي جدا رغم انه غير ملزم، والا ان كان معبر فعلا عن الاراده الدوليه. فاسرائيل تتحدى اراده يعني جميع الدول في مشروع قرار صوت عليه اعضاء الامم المتحده كاملين ما عدا 10 دول اعضاء اعترضوا عليه، ومنهم امريكا واسرائيل. برضو يعني تاريخ إسرائيل تجاه الأمم المتحدة، يعني حتى منذ نشأة دولة الكيان في المنطقة عام 48، يعني حدث أنه حضرتك حادثة تاريخية، يعني اغتيال مبعوث، يعني مبعوث كان تابع للأمم المتحدة، ده كان عام 48، يعني حينما تم انهاء الانتداب البريطاني واعلان قيام دوله اسرائيل عام 48. الامم المتحده عينت في ذلك الوقت وسيط وهو فولك برنادوت، ده تفاوض مع السلطات في المانيا، السلطات النازيه، من اجل الافراج عن السجناء اللي كانوا محتجزين هناك، وكان من ضمنهم حوالي 6500 يهودي. وكان برنادوت يعني اقترح في يعني رغم ان دوره في الافراج عن اليهود وانتقاله بعد ذلك لحل الازمه في فلسطين، وكان اقترح سنه 48 فكره التقسيم، تقسيم صحيح. القدس وعوده اللاجئين الفلسطينيين، الا ان هذا لم يشفع لي رغم دوره ومساعدته في مساعده اليهود ومساعده اسرائيل، الا انه تعرض للاغتيال في سبتمبر 48 على يد القوات الإسرائيلية. ورغم أن المحاكم الإسرائيلية حكمت على اثنين من اللي قتلوه بالسجن لمدة 10 سنوات و8 سنوات، إلا أنهم يعني تم إطلاق سراحهم بعد فترة قصيرة بموجب عفو. طيب ما زلنا مع الصحافة الفرنسية اللي واضح أنها غير راضية عما يحدث في الأراضي الفلسطينية. الفيجارو الفرنسية أو الفيجارو تحت عنوان الوطن القومي اليهودي إلى الحروب الأخيرة، التاريخ الطويل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني بيستعرض بالخرائط تاريخ مشاهدته لأرض فلسطين. خلينا نتابع الخرائط وإزاي بتكشف ما حاولت إسرائيل تزييفه. بالطبع يعني التاريخ لا يمكن تزييفه، يعني التاريخ لن يزيف والتاريخ باقي. يعني نحن لسه لدينا فقط
تاريخ وكتب ومراجع نعود إليها من أجل معرفة فلسطين، لكن يعني هناك من أجدادنا وآبائنا في فلسطين وفي غيرها من الدول العربية يعني عمرهم أفضل من دولة إسرائيل ذاتها. نعم. فالأمر يعني حتى لا يحتاج إلى خرائط لنعرف الأراضي الفلسطينية ومن أين جاءت إسرائيل، إلا أنه حضرتك زي ما ذكرتي أن في غضب في الصحف الفرنسية والصحف الغربية عامة، ويتسلط الضوء على انتهاكات إسرائيل، ومن ضمنها حتى اللي هو وصل الأمر أنه هو الوطن القومي لليهود. يعني هو بيتحدث إزاي أنه هو نشأ، وفكرة بيستعرض اللي هي النشأة الأخيرة، مش بيتحدث عن فكرة جذور أن هم ليهم أحق في هذه الأرض زي ما إسرائيل بتدعي أن هي أرضهم من ألاف السنين، وأن هم استرجعوها وهي وطن قومي لليهود، وإطلاق أسماء يهودية على المناطق الفلسطينية. فهو هنا التقرير أهميته حقيقة يعني زي ما حضرتك ذكرتي أن هو فكرة التزييف، يعني هو مجرد يعني طرح هذه الأمور لم يكن سائدا من قبل في الصحف الغربية، وحتى فرنسا يعني كانت داعمة برضو بشدة لإسرائيل، حتى أنه في بداية الحرب تم إرسال سفينة حربية فرنسية من أجل في رسالة دعم لإسرائيل في بداية الحرب، إلا أن احنا نصل إلى هذه النقطة أن الصحف الفرنسية تتحدث عن فكرة الوطن القومي اليهود وكيف نشأ والتشكيك أصلا في وجود هذا الأمر. فهذا هو المغزى، إنما نحن لسنا بحاجة لنعرف تاريخ إسرائيل أو تاريخ أرضنا الفلسطينية. وهو تاريخ إسرائيل دايما قائم على فكرة التزييف بشكل مستمر يعني على مر التاريخ. عايز أروح مع حضرتك سريعا لتقرير مهم جدا كمان بيكشف حصول مجموعة من المسؤولين الإسرائيليين على وثيقة، الوثيقة دي بتصف خطة حماس الهجومية يوم 7 أكتوبر قبل أكثر من عام من تنفيذ الهجوم. ده على حسب ما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مجموعة من الوثائق ورسائل البريد الإلكتروني والمقابلات، إن إسرائيل كانت محاطة علما بهجوم 7 أكتوبر قبليها بسنة. بالطبع أنا يعني تقرير الصحيفة الأمريكية لم يكن هو الأول من نوعه، يعني في تقارير مع بداية الحرب والعدوان على قطاع غزة في 7 أكتوبر، ظهر أكثر من تقرير بيتحدث على إنه كان الأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية كان لديها علم بهجوم ستنفذه حماس وهجوم قوي، ولكن يعني درجة الغرور لدى نتنياهو وإسرائيل يعني تعاموا عن هذا الأمر، يعني ما حدث يشبه ما حدث في حرب 6 أكتوبر، يعني تم لم تقتنع إسرائيل بأن المصريين لديهم قدرة على تنفيذ أي عمل، والثقة المطلقة في قدرتهم العسكرية والدعم الدولي، إلا أن الشعب الفلسطيني يعني كان كلمته أقوى. والأكثر من هذا أن نتنياهو كان يعني وصل به الغرور، أنه كان واثق أن سواء فصائل المقاومة الفلسطينية أو حتى الفلسطينيين لن يفعلوا أي شيء، وهذا ما دفعه إلى التمادي. حتى حسابات خاطئة يقوم بها نتنياهو منذ بداية الحرب الغاشمة على غزة والاستمرار في هذه الحرب إلى الآن، واحد من أكبر الأخطاء اللي هو مستمر فيها. الموضوع كله نابع من غرور بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي. كل الشكر ليك الكاتب الصحفي الأستاذ محمد عمر رئيس القسم الخارجي بجريدة الدستور، شكرا جزيلا.